النقلة السريعة. الدنمارك في الهجوم، كورة خطيرة، 1-0 1-0 1-0 سجلها أولسن، اللاعب البديل، البديل المناسب في التوقيت المناسب يمنح للدنمارك الأسبقية المستحقة. المنتخب الدنماركي الديناميت ينفجر بهدف عن طريق هذا البديل. أسبقية لمنتخب الدنمارك، هذه هاشمة كورة خطيرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الدنماركي عن طريق يوكيم، يوكيم يوقع على كرة ثانية، كرة تؤكد انهيار الدفاع النمساوي. يوكيم وكرة ثانية في الشباك، والثالث يمر الكرة، الهدف الثالث أكيد أكيد يتأكد، هو الثالث هذه المرة. هولبيرغ، هولبيرغ يوقع على ثالث أهداف الفريق الدنماركي. كرة مررها إريكسون، خروج الحارس، حاول بعد الكرة الحارس لاجير مر منها، تشاوز برايت وايت في مناطق النمسا. أولسن، أولسن يرابغ، أولسن يسدد، والهدف الرابع، هدف رابع وعمل كبير. أولسن داخل المنطقة يمر ومن زاوية ضيقة صعبة يسدد ليجد منفذ للوصول لشبكة الحارس ألكسندر شلاغير. شوف لعابة كورة مررها ويبير Played back by Locatelli. Sensi has found a way through. He's only been on the field 2 minutes. And the substitutions made by Roberto Mancini have worked. Captain for the night, on the spot. 2-0 Italy. Fired in with feeling by a frustrated looking Ciro Immobile. And it is. توالي خارج الديار، رقم قياسي، غريزمان جول، غريزمان جول، والهدف الأول للمنتخب الفرنسي، رأسية غريزمان الفنان وفرحة ديدي. جولات هنا لدينا كرة جنابري إلى خارج أرضية الملعب. ألمانيا بعد انتصارين، كان الأول على أي تلمة، خطورة موجودة خطيرة، كورتزكا، الله الله على كرة اصطدت بالعارضة تحولت الأمامية، يبدو بأنه غير متسلل. هنا لدينا جنابري لكتي خطير لخطي منتخب، هذا جنابري ممكن جنابري 10 على مستوى العالم، هذه أول أهداف اللقاء. جنابري، أوه يا سيرجي جنابري، اليسرى خطيرة للغاية، والهدف الأول الآن. لدينا كرة عرضية رأسية خطيرة الدولية، وهنا لدينا، الله يا على الكرة الخطيرة، توسكي تحولت الكرة، السلام موجود، خطيرة، الله تسجل مقدونيا مع الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع من أهداف، تعود في الخلف كيميش بنقلة ممتازة أمامية خطيرة تنقل في الجهة اليمنى، وأول الأهداف، التعادل الموجود وركلة جزاء تحتسب الآن. هل يسجل ثاني أهدافه في التصفيات؟ جول، نعم جول يأتي لمصلحة ألمانيا، تعادل ألمانيا الآن من علامة، حدث أنه يعني مع فريق آخر ممكن أن يصيب بمشاكل للغاية. هنا المرور والخطورة، الله كنت تتحدث انه ألمانيا عادي جدا 2-1 لكن مقدور. فودن أول كرة صعبة من بن تشيلويل، تمريرة رائعة من قبل ميسر، طلبها من هنالك بن تشيلويل، دخل رحيم، رحيم 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 ركلة جزاء، رحيم وركلة جزاء يرتكبها إليك، يا سلام سني، كاين وكاين وجول
يفعل هاري كين ويهز الشباك لإنجلترا عند الدقيقة 19 من عمر المباراة. جيس فودين رحيم وقول رحيم وقول رحيم ويوي التسليم ويوي ورحيم الدفاع فودين وصلت كين كين ولولو كر ولولو الحارس ورحيم وميسن ورحيم ولولو الآن وسيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة. كرة بعيدة من رايا رايا توزيع بعيد القائمة الثانية وسهلة بالنسبة جون ستونز ضيعتها يا جون وجول 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 ياكوب مودر يعدل النتيجة لصالح المنتخب البولندي عند الدقيقة 13 كنت وماغواير وجول الخارجة دخلت في نهاية المطاف جون ستونز لماغواير ماغواير وجول لإنجلترا في الدقيقة فرق أوروبا أو غيرها من خلال تواجده في هذا الملعب. كرة بمحاولة وتسديد أمام الجميع لا زالت قائمة وصلت بأقدام جوردي ألبا. ألبا يبحث عن المرور أمامية داخل منطقة الجزاء خطير ملعوبة كرة داخل منطقة الجزاء. حكم المباراة يشير بالاستمرارية لا زالت مستمرة قائمة. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء وتسديدة تأتي من مراد عن نقاط والحديث عن البارسا. كرة داخل منطقة الجزاء مراد طالت الكرة على ألفارو طالت على ألفارو تحولت بعد ذلك وأبعدت دي ألبا. ألبا يلعب الكرة بشكل سريع محاولة عن طريق أولمو 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 من جديد الحل يأتي بأقدام أولمو داني أولمو لاعب إيربي لايبزيغ احتراف مع دينامو زغرب قبل أن ينتقل بداية هذا الموسم. كرة بمحاولة وتسديد الثاني يأتي لام فيران توريس يسجل الثاني وبأقدام هذا الإسباني لاروخا تضمن نقاط المباراة الثلاث في الشوط الأول. في الشوط البحث عن الهدف الثالث كرة يهيئها إلى ألفارو موراتا وموراتا يسدد لكن حارس المرمى لا زالت مستمرة قائمة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة يبحث عن العرضية يلعب الكرة العرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء. كوكي كرة بمحاولة ملعوبة الآن فيران توريس فيران توريس عرضية خطيرة من موراتا انتصاره الأول. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن لكن أيضا داخل منطقة الجزاء فرصة من فيران توريس لكن حارس المرمى مرمى أوناي سيمون كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة 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 يعني لكل داء دواء يستطب به من السذاجة في اللقطة الماضية ما قام به أوناي سيمون الإيطالي لكن ما لعب في هذا الموسم. كرة بمحاولة رأسية الثالث يأتي عن طريق من؟ عن طريق البديل يسجل إذن جيرار مورينو. نعم جيرار مورينو يلعب كرة رأسية ويعلن عن ثالث الأهداف وضمان نقاط. شامي ميس كابريتا برا ميسي 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 ميسي